خلال لهذا الأسبوع، والصحة الإنجابية والعائد الديموغرافي. وكان من المفروض أن يكون معنا الدكتور محمد الأمين ومحمد خونة، مسؤول المتابعة للبرنامج الوطني للصحة الإنجابية، والذي اعتذر بسبب المرض. لم نستطع أن نتواصل مع، لم نجد بديل ولم يقدم لنا بديل من طرف البرنامج الوطني للصحة الإنجابية، وكذا من الجمعية الموريتانية للتنمية المجتمعية ستوبسيدا سابقا اعتذر أيضا جوار محمد، وتواصلنا مع الأمين العام للجمعية ولم نجد أيضا بديل. وكالعادة عادة مصلحة التهذيب الصحي كان عبد القادر مشكورا، طبعا كان من ضمن الضيوف وقد حضر لإلقاء الضوء، تسليط الضوء على هذا الموضوع، وهو موضوع غاية في الأهمية، أي العائد الديموغرافي والصحة الإنجابية والعائد الديموغرافي. لذلك لو شكر مضاعف، أشكرك ثلاث مرات بمناسبة حضورك، شكرا لك أنت شخصيا، وبمناسبة تغيب الأخوة المحترمين من الجهات الأخرى، شكرا لك مرتين. بداية عبد القادر، الموضوع كان ملفت للانتباه في قضية هذه المشاريع التي عادة ما تقدم لنا، العائد الديموغرافي والصحة الإنجابية والنوع وإلى آخره، هي كلها مجموعة من الأفكار تأتي من وراء البحار، أحيانا تأتي من المنطقة خصوصا تستهدف إفريقيا أساسا، كان أفكار تنموية من ضمنها عرفنا سابقا أهداف الألفية وإلى آخره. هذه الأفكار التي الكثير منها يعود بالنفع على الصحة في إفريقيا، والكثير منها يبدو حتى أن الناس العادية لا تتجاوب معه، يكون أشبه ما يكون في بالفلسفة بالنسبة للطلاب الآداب المعاصرة في الثانويات. إذا العائد الديموغرافي، طبعا العائد الديموغرافي سنحاول مشاهدينا الكرام أن نبسطه بلغة نحن العادي. العائد الديموغرافي هي أن تكون دول معينة نسبة الشباب فيها أو نسبة فئة عمرية معينة تكون شاسعة جدا، وهذه الفئة العمرية تكون هي الأكثر على حساب الناس الناضجة بالنسبة للأطفال، لأنهم في حالة وصحة جيدة تقودهم هذه الصحة لأن يصبحوا فيما بعد وأيضا هم شباب، يعني أن تكون النسبة التي تخدم أقل من النسبة التي تخدم، وهكذا يحاصر الأجيال القادمة، الأجيال اللاحقة التي احتلت أكثر حظا في مجال التوظيف والصحة وإلى آخره والولوج أساسا، وتكون هي في المقدمة. سيحاول عبد القادر أن يشرح لنا هذا من مفهوم أكثر وضوح، لمفهوم وزارة الصحة لمثل هذه الأمور، أشكال المناصرة لما يسمى بالصحة الإيجابية والعائد الديموغرافي الاستفادة منه. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا منتدى، وشكرا أيضا التلفزة على إتاحة الفرصة. هذا الموضوع كما تفضلتم وقلتم هو أحد المواضيع الهامة التي تكون عادة القاطرة التي تقود التنمية، والتنمية اليوم أصبحت مفهوم شامل له أبعاد أساسا تتعلق بالأبعاد الإنسانية فيما يتعلق بالتحكم في المؤشرات، المصادر مؤشرات المصادر البشرية، بحيث أن تكون هذه المؤشرات متحكم فيها لكي نصل إلى النافذة التنموية. والنافذة التنموية بالنسبة للفرد هي النافذة التي يكون فيها الفرد منتجا أكثر من مستهلك، بمعنى أن الإنسان لا بد من أن ينفق عليه في بداية عمره، ولا بد للنافذة التنموية أن تكون هي الفرصة التي يعوض فيها ما تم إنفاقه عليه في مراحل الاستهلاك، وأيضا
بما يستطيع أن يساهم فيه في تنمية الأشخاص الذين لا يستطيعون أن يساهموا في التنمية. هذه هي النافذة التنموية بالنسبة للفرد. النافذة التنموية بالنسبة للمجتمعات هي مجموع النوافذ التي تكون عند الأفراد بحيث أن تكون المؤشرات المصادر البشرية تبحث في المجتمع عن النافذة لكل فرد. وبما أن هذه النوافذ لا يمكن أن تتوافر في وقت واحد، فالتخطيط والتخطيط الديمغرافي هو الذي يقوم بعملية تحويل هذه النوافذ التنموية للأفراد إلى واقع، بحيث تكون مجموع إنتاج البلد يساوي أكثر من مجموع استهلاكه. هذا تقريبا هو اللي قاله العائد الديمغرافي. إذا ضربنا مثال أن الإنسان يبدأ من صفر إلى، من المفروض أنه من صفر إلى 25 سنة نافذته التنموية كلها استهلاك، بمعنى أنه ينفق عليه في الصحة وينفق عليه في التعليم، وعندما يبدأ في نافذة من عند 25 سنة يبدأ في نافذة الإنتاج. وهذه النافذة الإنتاج بالنسبة لمجتمعنا الآن لم تبدأ من عند 35 إلى 63، بمعنى أن موريتانيا نافذة التنموية تبدأ من 35 إلى 63، معناها أن سابقها ليس نافذة تنموية بالنسبة للشخص، وما بين 36 إلى 63 هي النافذة التنموية، وهي الذي يقال لها العائد الديمغرافي. هذا لتبسيط ما هو العائد الديمغرافي. وأنا أدعوكم إلى أن تدعوا الديمغرافيين إلى هذه الطاولات لكي يشرحوا هذه المقاربة. أما بالنسبة لنا كوزارة الصحة فليعنينا منها هو النافذة ما يتعلق بالأبوة المسؤولة، وهي استراتيجية يوكل موكولة إلى البرنامج الوطني للصحة الإيجابية. ونحن كمصلحة للتثقيف الصحي عندنا جانب تغيير السلوك والاتصال لكي تكون هذه الأبوة المسؤولة تقدم بشكل كخدمة بشكل له عائد على التنمية، بمعنى أن تكون المؤشرات الصحية متحكم فيها، معناها وفيات الأطفال، معناها وفيات الأمهات، معناها فترة الحياة اللي هي تزداد. هذه هي المؤشرات اللي إحنا كوزارة الصحة نعمل عليها من النافذة. أما التعليم فهو يقوم بشيء آخر. بالنسبة للصحة نكمل فقط جزئية واحدة. نعم، أننا في هذه النافذة نحاول أننا عندنا رؤية موجودة، وهذه الرؤية عبارة عن الرؤية من هنا إلى 2050. هذه الرؤية نكون نتحكم فيها في هذه المؤشرات بحيث تكون عائدنا الديمغرافي يكون إنتاجنا أكثر من استهلاكنا على الصحة. طيب شكرا. أستاذ عبد القادر، بالنسبة لكم طبعا بصفتكم رئيس بالنسبة لكم في مصلحة التهذيب الصحي، طبعا تبذلون جهود كبيرة في مجال التوعية الصحية، لكن أيضا بالنسبة لنا كصحافة لنا نتساءل بالنسبة لهذه المشاريع، على شاكلة هذه المشاريع من المعني بها أساسا؟ هل هم أشخاص معينين مشرفين على مشروع معين يعملون في إطارهم الخاص، أم أن المواطن يجب أن يكون على علم بحيثيات هذا الموضوع ويتم شرحه له؟ الحقيقة الجواب هو جبت على سؤال في نصف جوابك الآخر. في الحقيقة هذا كامل معدل من أجل خدمة المواطن، وكذلك أيضا نؤكد لك على أن الذي قالوا المستهدفين لأنهم محددين بالساعة والدقيقة، بمعنى أننا في وزارة الصحة نحدد سألت المستهدفين الكرام الآن، المستهدفين هل هم مستهدفين، لحظة شوي عبد القادر إذا سمحت، هل هم مستهدفين بمثل هذه المشاريع التي على شاكلة هذا المشروع؟ نعم نعم مستهدفين. نعم. طيب نعم. وسيرتكم لإيصال حيثيات هذه المشاريع كلها ستكون عن طريق وسائل الإعلام وسائل الاتصال كاملة؟ نعم نعم. لا تلاحظون أنتم بالنسبة أن هناك ربما أن يكون
هناك طبعا كما قلنا في الكواليس ان الصحفي يجب ان يبحث عن الخبر، لكن بالنسبه للمواضيع التحليليه او المواضيع التهذيبيه التي ينبغي ان تشرح للمشاهد الكريم، تشرح لعموم المواطنين في البلد، لن تبقى هناك وسيله للايصال الا وتم استخدامها، ليس كذلك؟ نعم، اؤكد. لماذا لا يتم العمل على مع صحفيين من اجل نشر مثل هذه الافكار بدل الاكتفاء بمنظمه او اثنتين في من المجتمع المدني؟ اعتقد علنا ان هذا اللي قاله بث المعلومه ليس هو استراتيجيه الحصول على المعلومه. هناك سياسات دائما للبث. نحن عندنا قنواتنا للجمهور العام، وعندنا قنواتنا للجمهور الخاص. بالنسبة للخدمات وكل الخدمات اللي تقدم للمواطنين، هذه طريقة الإعلام بها يكون عن طريق الإعلام المقرب والمباشر، وأيضا عن طريق المراكز الصحية والأشخاص الصحيين وما إلى ذلك. بالنسبة للسياسات وبثها، هذه أيضا عندها أيضا استراتيجيات. أعتقد أن كل البرامج اللي تتعلق بالدعوة والمناصرة هذه نحن نشرك فيها. دعوة المناصرة إذا كانت الورش التي تتم من أجل الورش التي تتم من أجل شرح مضامين أي مشروع تكون مغلقة وخاصة بجهاتنا، خصوصا على مستوى وزارة الصحة. وأحيانا ترون أنا في المجال أحيانا يقال بأن صحفي لا يجب أن يكون حاضرا في الورشة. لا، هذا 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 نحن لا أعرف أي ورشة للبث إلا وتدعى لها كل القنوات، وحتى القنوات قاعدة تأتي بتلقاء أنفسها. فعلا أعلن أن البرامج كبرنامجكم الآن هو برنامج تحليلي، وهذا البرنامج يتطلب قدر من الوسائل البشرية والمادية، وبالتالي دائما يكون البرنامج لا يمكن أن يشركوا، لأنه إشراكه يتعلق به يسر من الانتاجات، وبالتالي غير بعد ذلك قالوا التغطية موجود فيها. هذه البرامج اللي التغطية الإخبارية، التغطية الإخبارية ببرنامج أنا، خلاص خلي عنك برنامج أنا عزيز. فيما يخص حضور الصحة والأمور الصحية التي هي مصيرية بالنسبة للمشاهد، عندما تجد في المواقع لا تجدها حاضرة، الصحة لا تجدها موجودة كثيرا في لأن الصحفيين أنفسهم أنا عندما تتواصل معهم يجدون صعوبة بالغة في الوصول إلى الخبر. لا أوافقك. أكبر إشراك للصحة للصحافة هي الصحة، لأن هي عندها أصلا بعد قاع وصرحت بها على أنها ليست لها أي وسيلة للوصول للسكان إلا عن طريق الصحافة. لكن الصحافة بالنسبة للمؤسسات العمومية حاضرة قاع بوجودها، وحاضرة يعني تعود هي لا يتسلط الأضواء على بعض من البرامج كيف هذه الموجودة، هي اللي تقوم بالمبادرة. ولين يعود أيضا وزارة الصحة لا يتعدى البرنامج، تقوم هي بالمبادرة. لا أعتقد على النقاش على أنه بهذه البساطة. ننتقل إلى قد إشكال المناصرة والجدوية من وراء هذه المشاريع. أنت عممت، أنا قاعد المشاريع، لا أنا قلت أنك تكون مركز على مشروع معين. إذا كنت تعني مشروع العائد الديمغرافي وتمكين المرأة هو اللي موجود، مشروع العائد الجدوائية هذا مشروع قائم، هذا قائم. أما تعميم هذه المشاريع بالنسبة للمشاريع، هو هناك فرق بين المشاريع وبين خلينا في العائد الديمغرافي. أيوه؟ الجدوائيه من وراء هذا المشروع. اذا هذا عائده بالنسبه للناس اللي واضعينه عندهم مقاربه بسيطه، انه من التحكم في هذه المؤشرات اللي هما الاربعه، الخصوبه والتحكم في مؤشرات الصحة وفياتها، والتحكم أيضا في مؤشرات التعليم والتحكم في مؤشرات، هذا أعلن أنه سوف يعود بالمليارات من الأوقية على البلد. هذا بالنسبة كيف سيتم ذلك؟ أضرب لك مثال، أعلن من هون إلى 50 موريتاني لا تتماشى بالوتيرة لا تبني 1800 مركز صحي. وأعلن أنها تتحكم في المؤشرات لا تعود تبني
1300 مركز صحي، وبالتالي تقتصد في 500 وشي من المراكز الصحيه، هذا بالنسبه للبنى التحتيه. اذا تمت ماشيه من هون الى 2050 بدون التحكم في المؤشرات ستموت منها 18000 امراه اذا تمت ماشيه، معناها على ان هذا هو الكيف اللي لا يعود الطريقه اللي معدله المقاربه، معناها ان احنا الوفيات الامهات صار كل نهار تموت ثلث عليات. بالنسبه للينين يحكم في المؤشرات لا تعود هذه تتراجع الى تقريبا كل اسبوع مره. هذا عايد ينقالوا العايد وعايد للمؤشر وحده. بالنسبه للاطفال كل نهار تموت منهم 22 رجاج لين يحكم فيهم لا يعود يموت منهم تقريبا الا اثنين والله ثلاثه وهكذا. اذا هذه التحكم في هذه المؤشرات هو اللي ينقالوا العايد الديموغرافي بالنسبه للمقاربه. اذا هناك هاي تحاليل دقيقه معناها على انهم حاسبين كم لا يبنوا من مراكز، حاسبين كم لا يزقلوا من الشاشره، حاسبين كم لا يزقلوا من العليات، حاسبين كم لا ينفقوا من 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 الفضاء على 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 الخدمات من انفسهم، وبالتالي يقولوا على انه من يتحكم حد في المؤشرات معناه لا يرجع لك. هذا هو معنى العايد الديمقراطي. طيب هو يقارب بالنسبه للمحقق في مجال صحه الطفل، هناك مشاريع مثل وبرامج مثل تلقيح حققت نجاحات هائله وواضحه، في نفس الوقت اللي تقريبا لم تستطع ابدا ان نصل الى اهدافنا فيما يخص صحه الام الحامل، لان نسبه الوفيات تقريبا ما اطرى لها ما هو شيء طفيف عنها من عشرات تقريبا من عقد من الزمن، والجهود تبذل من اجل الوصول. فيما يخص العائد الديمقراطي او هذا التحكم في هذه المؤشرات، ندرى كان فم مراعاه دائما للمشاريع، ولا انت لا نقول لك المشاريع اللي هو العائد الديمقراطي، لكن المشاريع السابقه عندها نفس الطريقه. اذا كانها تراعي طبيعه الثقافه المجتمعيه، شوف نحن نقبض عليها ناخذ عليها اشياء. اولا ان لغه الخطاب من نفسها ما هي لغه البلد. لأنكم يعني تتعاملون مع ناس مستواهم تعرفوا أن نسبة الأمية فيهم تقدر تعود مرتفعة، أحرى أن تكون هناك لغة أخرى غير اللغة العربية، وعادة ما تكون البرامج الكتابية كلها باللغة الفرنسية. لو اللي سوى ساني يقول لكم أنتم مخاطبين، من كانكم مخاطبين وطركم أنتم من نفسكم، والله كانكم مخاطبين المتلقي، وهذا كامل نقوله لا في إطار من أجل التحسين والمناصرة والإيصال بلب هذه الأهداف لنقبولها لإمكانيات الوسائل الحقيقية اللي تقدر توصل بها لتحقق بها النجاح. هذا اللي قال له لغة تغيير السلوك والاتصال المباشر، هذه قاعد تتخطى اللغة العربية إلى اللغات الوطنية البولارية والصونيكية والوطنية. بمعنى أن أي رجاج لا يعود يدور تغيير عقلية السكان ويدور الممارسات اللي يتغير السلوك، لا بد له من يستعمل تجاوز العربية شور اللغات الوطنية. بمعنى أن احنا بعد بالنسبة لنا مصلحة التثقيف الصحي ووزارة الصحة لا نعمل أي برنامج إلا أخذنا به في عين الاعتبار هذا إذا كان وعد السكان خارج الصيدين. قالوا الوثائق اللي هي وثائق الدعوة والمناصرة اللي تعود تكون على بويربوينت وتعود موجودة بالفرنسية والعربية، هذه نقد دائما موجه لنا نين يعيط للصحافة اللي هم اللي ولا نقول قاعد الأمية، نقول نسبة الثقافة بالعربية أعلن أنها 80% على أساس على حساب الثقافة الفرنسية، وبالتالي هذا النقد موضوعي ويقتصر على اللي قالوا الورشات ويقتصر على اللي قالوا حتى التكوينات بالنسبة للعمال أحيانا تجاب لهم لغة ما هي ملائمة لهم، وهذا دائما يتكرر. وأي برنامج لا هي يدور يعود يصل معلوماته يجب على أنه يحولهم إلى لغة، وهذا أنا ماني مدافع عنه، من الناس اللي يدافعوا على العكس ونقدوا. غير بعد نقول على أن شراكس السكان ولا يتعلق بالعقليات على انه دائما يبسط يعدل باللغتين، كيف مثلا اللوحات وكيف المنشورات وكيف الومضات، هذا كلهم يعدلوا باللغات الوطنيه، وحتى على انهم ياخذوا بعين الاعتبار اللغات اللي المحليه واللهجات. هذا بالنسبه للبرامج اللي مقربه. اذا كنت تعني مشروع بعين ذاته فهذا شيء
يكون آخر. أنا أقول لك بأن نظرك حالا الموريتاني عندها مشروع ينقال له مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي، وعلن أنه له سنة يشتغل وحالا في حالة تحضير، وهو مشروع إقليمي معناها في الدول اللي متقاربة من ناحية المؤشرات كيف تمالي كيف بركينا فاسو. أنا كنت أعرف لازم المشروع هذا المشروع هو محلي في 4 ولايات من موريتانيا، معناها هو في الحوضين والعصابة وقي دماغ هاي الولايات المحادة تمكين المرأة، تمكين المرأة والعائد الديمغرافي، العائد الديمغرافي ومقره موجود وين تشوف وتجهد قد يتسلط لكم الضوء على المشاريع. ياك تعرفون شنو هو العائد الديمغرافي، شنو هو العلاقة بينه ومعه، وراه هو عنده المكونات الأربع، عنده مكونة الصحة وعنده مكونة التعليم وعنده مكونة المرأة وعنده مكونة البيئة، وهذه المكونات الأربعة عنده وموجودين. وقد يجاوب لكم على ذا الوافد الجديد اللي يقولون أكيد نحن نحاول علينا عشان من الفيك كبير عندك طفلنا بصدرك لا موجود ونعرف المشابه علينك متفهم لأنك مانك جديد على الميدان. غير بالنسبة للعائد الديمغرافي وتمكين المرأة أنا كنت أعرفه على مستوى دول الساحل المستوى الإقليمي وأعرف أنه موجود، لكن لأول مرة أعرفه أنه هون في موريتانيا. قد خلقت ورشة الله انتين شفتهم قطعتهم من موريتانيا كخبر أعتقد واحد في الشهر 12 والآخر في الشهر لا عليه إدارة ديناميكية جدا وجيدة أكيد طيب فيما في قضية إيصال مخاطبة المتلقي دائما لتكون اولا الاعتبارات انت مالك جديد عليك قلت لك اعتبارات الثقافه والتقاليد والدين دائما تلعب دور كبير في طبيعه قبول او رفض مثل هذه المشاريع. لارك كلمتك اللي قلت التحكم في المؤشرات ذكرتني احيانا اني نجابر مع بعض المشاهدين يتكلموا على مستويات الثقافيه المتفاوته، مثلا يقولوا لهم الناس يقولوا انهم لا يتحكموا في نسبه الوفيات، ثم الوجود لا التحكم بيقولوا حد عنده عقيدته صالحه لان يعني لا يمكن التحكم فيه. تعرف لماذا؟ لان اللغه اللي يخاطبوا بها ان نحن نعجلوا نقبلوا مثلا الاعات اللي عندنا مكونه مكتوبه نطرحوها بحذافيرها دون عين نسعى هو فعلا ذنب الامر. هو كان تكون هناك سلطه عليا وتامرك بانك تعدل شيء، ما معناها على انك انت لا تعدل وتتقد ما تعدل الجهة المعينة المخولة بأنها تعدل تقد ما تعدلوا ما يرتتم تتترس بالجهة العليا وتقول هذه أوامر سامية والشك عن ذلك لا يحميها من مساءلة. نحن كصحفيين نحن سنطرح الأسئلة اللي نعرف هل تم تنفيذ هذا أو لم يتم تنفيذه، من حقنا علينا نعدله. إذا أنتم تخاطبون الناس بلغة أحيانا ما يفهموها لين تقول لهم تحكم في مؤشرات الوفاة، والله تمكين المرأة من حق المرأة أنها ما تقبل تنجب إياك ما يحصر هذاك عن التشاق تشتغل إياك تعود منتجة. هذا قد يصلح لدولة ولكنه لا يصلح لموريتانيا، مع أن هذا المشروع حقق نجاح هائل في كوريا الجنوبية مثلا وهو سبب نهضتها الاقتصادية. غير إيصاله هون بطريقة صحيحة هو مربط الفرس، هو هذا ما يجي ميكانيكي، هذا يجي بصفة مرنة بالحوار مع الفاعلين اللي يمكنهم أنهم يمروا المواضيع بحيث اللي منهم يا الله شرعا إسلاميا وشرعا واللي يلا يشرع يعدل صحيا يعدل وبالتالي يكيف معناه يكيف مع هذا. أؤكد لك على أن الذي قاله مكونة العلماء ووزارة التوجيه الإسلامي بصفة خاصة ورابطة العلماء على أنها موجودة بالمشروع وعلى أنها حريصين على أنه ما يوخرش في المفاهيم حتى في صياغتهم ما عاد مغربل. خلقوا 3 ورشات منهم 2 في تيجنت كانت الوزارة موجودة، ولين يخل أي كلمة يمكن أن تفسر والله يمكن أن يكون لها تفسير لا بد لها من تكيه بحيث. هذا اللي قالوا التخطيط العائلي والتنظيم العائلي أمر أصبح موجود عند الشريعة الإسلامية بأنه ليس هو التقليل العائلي وليس هو التحكم. بالنسبة في المنطقة الأخير الإنسان إنين يعود عنده فصل بين الشهرين 24 شهر وهو هو نافلته الإنجابية تبدأ من 20 سنة إلى 40 سنة أكيد. هو في الحقيقة يعرف أنه له يوصل إلى 15 والله 16 معناها قلت له نقاش لأن أطرح لك فكرة. طبعا الحلقة كيف شريت مهد اللقاء مع هذا المشروع اللي هو مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي تمكين المرأة
والعائد الديمغرافي يقر. بالنسبة لهناك مسألة مهمة جدا هي بالنسبة للتمكين بالعائد الديمغرافي أصلا الاستفادة تعمل قضية الهجرة السكانية من الأرياف إلى المدن سبب أساسي من أسباب التفكير فيه وطرحه من أجل الاستفادة من اليد العاملة المعطلة لياك عليها تعدل هي مشاريعها الخاصة اتفقنا. لكن عندنا احنا هنا تياها عدم وجود الولوش للصحة مثلا لنقول خلينا في الصحة مثلا في الأرياف هو عامل آخر بالإضافة للبحث عن لقمة العيش والعمل يجي له. هذا خلق على الازدحام داخل المدن لأن حتى داخل المدن لم يعد الولوش نتيجة مثلا كيف نعطيك مثال تقبل الدولة تخلق الكثافة من تخطط التراب يسكنوا فيها واحدين يدير فيها مدرسة ومستوصف تظهر لهم اللي جماعات استوطن أرض أخرى مولي بشكل عشوائي حتى أن الأمر وصل إلى درجة الاستيطان العشوائي داخل المدينة وأحيائها القديمة من نفسها وداخل الشوارع والمساحات. دي المسألة تخلينا علن بالنسبة للمشروع علن يمس الكثير من الجوانب اللي تعاونها مهمة حتى نقوله كيف الوزارة الأولى لأنه جميع الوزارات مسؤولة عنه بما فيها مثلا الصحة والتعليم وغيره. كيفية يعني الوصول إلى هذه الأهداف بشكل واقعي تجبر عنها واقعي إلى حالته هذه في المدى القريب؟ في الحقيقة هذا اللي قال له الديمغرافيا ومفاهيمها كل مفاهيم كاملة تغيرت. هي كانت أصلا بدأت كي قلت بالهجرة والهجرة أعلن أن يعود الكثافة الديمغرافية ليست بالكم وإنما هي بالتوطن. الآن بالنسبة للمفهوم العائد الديمغرافي هو يركز على الكيف بالنسبة للموارد البشرية بمعنى أنه كل ما يعمل هو أن يكون الإنسان كيفيا قادر على أن يكون يتحول من مستهلك إلى منتج وبالتالي يبحث عن النافذة اللي تكون فيها منتج يكون عائده في الأخير يكون عائده أكثر من إنتاج كان عائده باسم الحالة في الوقت الحالي اللي تعود مثلا 20 والله 18% هي اللي تنفق على 70%. هذه هي مديور تحول هي حالا هذا جبت قبال أنت المقاربة بمعنى أن 20% كلها على ظهره 80% معناها على أنك أنت اللي تتصورهم وهذا هو اللي عدلوا له قوالب أعلن أن 18% حالا كلها قابض شمل 80%. الغرض من العائد الديمغرافي هو أنه يطرح الناس اللي على ظهورها ويعود كلها يدير عليها ظهر ورقة شيئين والله أربعة بدل من الرقاء كانوا عليه خمسة ينقص خمسة ويركب اثنين على ثلاثة وبالتالي اثنين تعود اثنين منتجين يركب عليهم واحد من ذوك الخمسة معناه أن ينقص ذيك الخمسة يخلي منهم واحد على الأول والثاني كلهم يركبوا على الأخرى وبالتالي هكذا ينين توسع العائد الديمغرافي. إذا أنك أنت ينين تطرح لك الصورة إذا هو طرحته معناها أعلن أن أنا أعلن أنك تلاب درك بعد تزيد سنين رترت ما هو لا رترت وحدة تقضي تحت شهرة 18 سنة لا 18 سنة لا بالنسبة لحالة قالوا يقولوا اعلن ان رقاش اعلن انه بالنسبه لموريتانيا ما اللي اعطيته قبيل اعلن انه 30 الى 63 من بين 30 و 63 كم من سنه بين 33 سنه معناها ان هذا لين يعود نقد ونحول اعلن كل رقاش الحق 30 سنه ينقز عن ذاك اللي كان راكب عليه تصبح العمليه التنمويه خلقت الين تعود ذيك 30 سنه راكب على ذي كامله 63 سنه تصبح من درك كان هذه الاحصائيات طرحت بلد القطاع غير المصنف هو رقاش مثلا يرفد البيلة مع الصباح ويقيم نعم هو لأي رقاش يمكن أن يساهم بمليم هذا محسوب وبالتالي احنا حاليا انت لو نخرصوا وذا هو اصلا كانوا يقولوا له تقليديا بالنسبه للاقتصاد كانوا يقولوا له الطبقه الوسطى والطبقه العليا وذيك الركبه على الطبقه العليا طبقه على الطبقه الوسطى هذا تجاوز الان سيدي محمد الان انتهى سيدي محمد الان سيدي محمد الان عليه نوع عليه رافد ديموغرافيا شمنا رواقيش المديور شنو هو اعلن سيدي محمد يعدل من المقاربات الى اللي عليه من رواقيش اعلن انهم يتحولوا الى منتج استاذ القادر انا ذكرت في قضيه
قضية الهجرة من الأرياف شور المدن، قضية العزوف عن الزراعة، بينما في الحقيقة هذه النسبة الكبيرة من الشباب يمكن أن تكون مردوديتها عظيمة فيما يخص الزراعة. طبعا الوقت انتهى مشاهدينا الكرام، لم يبقى لنا إلا أن نشكر باسمكم ضيفنا الكريم عبد القادر ولد أحمد رئيس مصر التدريب الصحي في وزارة الصحة، ونشكر لكم متابعتكم، نشكر الزملاء خلف الكاميرا ومخرج هذه الحلقة والهبوط. طبعا نعيدكم إن شاء الله بأن نحاول أن نجري مقابلة حلقة مع مشروع تمكين المرأة والعائلة الديمقراطي في الأسابيع القادمة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.